وعبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ والخبير القانوني الدولي موسى جنيدي. أستاذ موسى، مساء الخير. يعني كما تابعت جملة من الاستدعاءات والقرارات، قرارات الحبس بحق مسؤولين من مختلف المستويات، ما هي تبعات هذه القرارات والإجراءات؟ وثانيا، هل ما رأيك فيها، هل هي كفيلة للحد أو للقضاء على الفساد المنتشر؟ بداية تحية طيبة لك وجمعة مباركة. بالتأكيد أن ما حصل من قبل النائب العام وديوان المحاسبة القضائية على خلفية العديد من التحقيقات التي أجراها في سنوات 2018 و19، وأعتقد أن حتى ربما تقرير ديوان المحاسبة سيشير بشكل واضح إلى العديد من عمليات الفساد والعديد من شبهات الفساد التي ورطت الدولة الليبية في عديد المليارات. بالتأكيد أن الإجراءات التي قام باتخاذها النائب العام ومكتب التحقيقات تحديدا تصب في إطار المصلحة العامة، بالرغم من أنها تأخرت كثيرا، بحيث من الممكن أنه كان هناك إمكانية لحماية العديد من الأموال ولحماية أرزاق الليبيين من النهب والسرقة والفساد، إلا أن مثل هذه الإجراءات قد تشكل نقطة مضيئة في بحر من الفساد نعيشه ونمر به منذ تحديدا قرابة يعني عشرات السنوات. بالتأكيد أن هذه التحقيقات إذا ما استمرت وإذا ما أخذت وإذا ما تم إحالة كل الملفات من قبل النائب العام إلى الجهات القضائية التي يفترض أن تكون جاهزة لمحاسبة ولمساءلة والاستكمال التحقيقات والإصدار حتى أحكام قضائية بحق هؤلاء المسؤولين، أعتقد أن هذه بأن ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل النائب العام سيشكل نقطة جوهرية أساسية في سبيل أو في طريق إصلاح ما تم إفساده على مدى السنين الماضية. لكن بالرغم من ذلك، التفاؤل الكبير أو التفاؤل الذي يزيد ربما عن حجمه يفترض به ألا يصيب أي أحد منا، خاصة إذا ما علمنا بأن هناك شخصيات على مستوى عالي في الدولة الليبية متورطة وبها أو عليها شبهات فساد كبيرة جدا. ننتظر ما هي الإجراءات التي يتخذها مكتب النائب العام ومكتب التحقيقات مع مثل هذه الأسماء، إن تم بالفعل استدعائها وربما إصدار مذكرة قبض بخصوصها. إضافة إلى ذلك، أعتقد وأرى أن ديوان المحاسبة من جانب آخر ربما علينا أن ندفع باتجاه تغيير بعض القوانين المرتبطة بديوان المحاسبة وديوان الرقابة القضائية، بحيث يتم تفعيل ما يعرف بالرقابة السابقة. بمعنى آخر، ما الداعي أو ما الحاجة إلى أن يكون إلى أن يحصل الفساد أولا من ثم تتدخل الأجهزة الرقابية والأجهزة القضائية بملاحقة هؤلاء الفاسدين؟ علينا أن نأخذ نقطة إلى الأمام من خلال تفعيل ما يعرف بالرقابة السابقة قبل أن يقع الفساد. يفترض على الأجهزة الرقابية والقضائية أستاذ موسى بمنع مثل أستاذ موسى يعني هذه الشخصيات التي نتحدث عنها، هؤلاء المسؤولين، هل للمسؤول منهم الذي تثبت في حقه تجاوزات مالية، تهم فساد، إذا ثبتت هل له العودة إلى أي منصب آخر مستقبلا؟ مسألة الشبهات اليوم ومسألة أن القانون دوما يقول أو القضاء دوما يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأعتقد أن التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام تظل مجرد اتهامات وتحقيقات في مرحلتها أو في مرحلتها الأولى. بالتأكيد أن هناك مراحل يعني مختلفة تمر بها أي قضية أو يمر بها أي ملف للتحقيق مع أي شخص. إذا ما أحيلت هذه الملفات إلى القضاء، من ثم برأها القضاء، بالإمكان أن ترجع. لكن أن يحيلها مكتب النائب العام إلى القضاء، من ثم القضاء يصدر ويثبت يعني مثلا وقوع الفساد وبالفعل مسؤولية هؤلاء الأشخاص وتورطهم في عمليات فساد أو في عمليات تلاعب بالمال العام، بالتأكيد أن مسألة صدور حكم قضائي يمنع على أي شخص من هؤلاء العودة إلى سابق عمله، خاصة وأن الكثير من الشبهات والكثير من الادعاءات تقول بأن هناك فساد مستشري حتى في مراكز صنع القرار داخل كل إدارات الدولة الليبية أو داخل الأجهزة التنفيذية. وبالتالي علينا أن نشد على أيدي مكتب النائب العام وألا يقوم بالاكتفاء فقط بملاحقة ومساءلة والتحقيق مع الشخصيات التي ربما يعني تنقلتها وسائل الإعلام، سواء فيما يتعلق بشركة الكهرباء، سواء فيما يتعلق بعمداء بعض البلديات، أو حتى من قبل بعض المتنفذين داخل بعض الوزارات. الأمر ينبغي أن يطال الجميع ولا أحد فوق القانون. إذا ما أردنا بالفعل حماية المال العام وحماية ما تبقى من الدولة الليبية، علنا نرى دولة
يعني يطمح لها. أستاذ موسى، في القانون الليبي العقوبات الموجودة في القانون الليبي ضد من تثبت بحقه تهم فساد، هل هي كافية؟ هل هي صارمة ورادعة فعلا برأيك؟ أعتقد أن ما نبحث عنه صراحة قبل مسألة اللجوء أو الحديث عن العقوبات هي في مسألة منع وقوع هذا الفساد من الأساس. اليوم العقبة الأساسية والرئيسية التي تواجه الدولة الليبية أن حتى الإجراءات والتدابير والخطوات التي تقوم باتخاذها الأجهزة الرقابية والقضائية غير كافية لملاحقة التلاعب بالمال العام. فيما يتعلق بالعقوبات، أعتقد وأرى بأنه إذا ما توصلت الجهات القضائية والمحاكم تحديداً إلى مسؤولية أي من الأشخاص بشكل متعمد أو حتى غير متعمد، ربما إهمال أو تغاضي أو تقصير، أعتقد بأن العقوبات الموجودة رادعة وكافية لمنع أي شخص من تكرار أي تجربة فساد أو أي تجربة بها تلاعب المال العام أو فيها حتى شبهة.